عسلامة. أهلا وسهلا. قدم لنا روحك. نزار من الملاسيه. كيك نزار، شاب تونسي، إيش تعمل في حياتك؟ نخدم حامل إجازة تطبيقية في الهندسة الميكانيكية. مرحبا. عايشك. مرحبا. اليوم أنت حامل لافتة فيها مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، شنو هو المساج تحب توصله من خلال اللافتة هذه؟ في خضم الصراعات السياسية والتجاذبات السياسية، أين المواطن التونسي من هذا الكل؟ نحن فما خدمة كبيرة قاعد تخدم لنا في البلاد، باش يقول أحد المفكرين، إذا أردت أن تسقط حضارة أمة فعليك بثلاثة أشياء: إسقاط الأسرة، إسقاط التعليم، وإسقاط المرجعيات والقدوات. باش ترجع باش تطيح الأسرة عليك بإسقاط دور الأم، خلي المرأة تحشم بروحها أنها سماها ربة منزل. وباش تسقط التعليم لازمك تهمش المعلم أو الأستاذ، تنكل به، تفقره، وهكاك يتيح في نظر التلامذة متاعه ولا ولا الطلبة متاعه، وهكاك طاح التعليم. ولإسقاط المرجعيات والقدوات عليك بالعلماء، شكك فيهم، حقرهم، و بلغتنا التونسي شلكهم حتى ما يتبعهم حتى حد، وهكاك يولي المواطن التونسي ما عادش عنده حتى علاقة لا بالهوية متاعه ولا بالانتماء، ويتيح كل شيء. الهوية في تونس في حالة غيبوبة. من أسباب الانحطاط والغيبوبة الفكرية في تونس هو إعلام التفاهة. نحن شعب مغيب، نحن شعب متفه ومحطم فكريا، نحن شعب مكبل، نحن شعب في حالة انهيار فكري وسقوط أخلاقي واجتماعي واقتصادي. نحن شعب أحرقت هويتنا وزيف تاريخنا، وهنالك محاولات عديدة لمحو معتقداتنا، وأي محاولة للاستيقاظ ستجابه بوابل عنيف من التفاهة والاستهزاء. ما ننساوش رواحنا، نحن شكون يا توانسة؟ نحن التونسيون القرطاجيون، بالعربية متكلمون وللإسلام معتنقون. نحن الحضارة والتاريخ، نحن الحاضر والماضي والمستقبل. الآن حان الوقت للإعلاميين الشرفاء لنشر الوعي والوقوف إلى جانب تونس وللدفاع عن مصالحها ومصالح شعبها، جنبا إلى جنب مع القائد الأعلى للإرادة الشعبية. فالشعب يريد ونحن الشعب الذي يريد. الآن ما عادش عندنا حتى خيار قدامنا، يا إما نقف الناس الكل وقفة واحدة لتونس، يا إما سيواجهنا تغيير عنيف للديمغرافيا في تونس. وللذين نكلوا بنا وغيبونا نقول لهم: أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي؟ سأعود مثل عيسى وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي، سأعود أقدم عاشق متمرد، سأعود أعظم الثورات، سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خالا من الأحقاد والنعرات. سأعود رجل من الأخدود، ما من عودتي بد، أنا كل الزمان الآتي. تحيا الملاسين، يحيا شعب حي هلال، يحيا شعب فزقية، تحيا تونس الشعبية، فلتحيا تونس حرة مستقلة أبد الدهر. مساجك اليوم لشكون موجه؟ مساج موجه للأشباه المثقفين واللي قاعدين يعبثوا بالمواطنين ومش في بالهم، فما الناس كل مغيبة وما يعرفوش احنا رانا فايقين فاش قاعدين تعملوا، شالقين بيكم كي تجوا تعملونا بلاتوات وتجيبونا ناس تافهين وتعدولنا ميساجات تافهة. رانا احنا شعب واعي وفايقين فاش قاعدين تعملوا، لازمنا طوى الشباب الكل والشعب الكل نتحدوا ونقفوا المصلحة تونس، خاطر اون فان كونت وقت اللي نقفوا الناس الكل لمصلحة تونس ديريكتومون خدمنا مصلحتنا احنا كشعب.
هذه تونس كيما شجره مثمره، نخدموها من بعديك ترجع لنا الثمره. احنا كي نخدموا تونس بقلايب، تكونك انت 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 تكون انسان مواطن صحيح، تحب بلادك، تحب ارضك، وقتها تو نعملوا حاجه به للبلاد ونجموا نقدموا بها. تونس بلاش شعب ما فماش، تونس بلاش قائد قوي ما فماش. لابد من توحيد الجهود وتوحيد القوة من أجل تونس المستقبل، وإن شاء الله يكون عندنا مستقبل زاهر في تونس. الناس الكل، الشعب الكل، مش لي أنا، الشعب الكل يكون عندنا مستقبل زاهر، وإن شاء الله نخوض التحديات جنبا إلى جنب مع القيادات التونسية اللي هما ينتميوا بالرسمي لتونس ويحسوا بالرسمي لتونس. وقتها أتونا ننهضوا بالبلاد ونقفوا، وإن شاء الله تكون فما نمو وازدهار قدام يا رب. باش نفسروا غياب الشباب في خصوص الشأن السياسي. بالنسبة للشباب، نحن بصفة خاصة وبصفة عامة، الغياب هو ممنهج مغيب. نحن شباب مغيب. أنا نقعد في القهاوي كل يوم، الشباب تبارك الله عليه، أنا واحد من الشباب وخاصة في الملاسين، وركز لي على الملاسين. شنو المواضيع اللي تطرحوها؟ مواضيعنا اللي قاعدين نعيشوا فيه كل يوم، خاصة موضوع التنكيل بالشعب، نحن ينكل بنا يوميا. الخبز نقفوا عليه بالصف، ما عادش عنا قدر، ماناش إنسان. الإنسان هو قيمة عليا، قيمة عليا، قيمة كونية عليا. نحن شعب في تونس اسم الإنسان ما عناش، ما نحسش روحي إنسان. برشا ناس أنا تفرج فيهم يقول لك نخرج لبرا أول مرة نحس بروحي إنسان، خاطر غاديك فما عدالة، هنا ما فماش عدالة. هذا هو. دونك نخلي لك الكلمة الأخيرة. إن شاء الله ربي يفرج علينا، وإن شاء الله ربي يقوينا، وإن شاء الله توانسة الكل نتوحدوا كل ما بعضنا من أجل تونس فقط. وراهو خوف على تونس الأكثر والأقل. ما نستنى حتى شيء من حتى عبد. أنا حاجتي بالعباد اللي يخافوا ربي في البلاد ويخافوا ربي في العباد، انهم يقفوا مع الشعب والشعب يقف معاهم. لازم ما تكونش فما قطيعه بين الطبقه السياسيه والشعب. رانا واحد، رانا في سفينه واحده، اذا غرقت السفينه نغرقوا الناس الكل. ما نحبوش نعاودوا مرحله البيات وقت اللي دخلوا بصفه الحمايه ولعبوا بالتوانسه بحكم اللي فما برشا جهل في الوقت هذاك. لكن توا شعب واعي، شعب مثقف، عندنا طبقة سياسية منهم الشرفاء واعيين وفاهمين فاش قاعدين يقولوا، وإن شاء الله احنا نتحدوا معاهم، الشعب والحكومة والمثقفين، ليس أشبه المثقفين، المثقفين، نتحدوا ونكونوا قوة واحدة باش ننهضوا بالبلاد، خاطر اون فان كونت تونس إذا طلعت باش نطلعوا الناس الكل، تزدهر تونس، الشعب يعيش في رخاء. السلام. شكراً.